انا عايز اقول لك ان نوران يعني اجمد شيف في مصر النهارده معانا، مش قادر اقول لك يعني الاندماج بقى مستمتعه معاه. بالمزيكا فتعمل لنا اكل شكله مزيكا ولا ايه يا الله نوران؟ الله اكيد طبعا مع المزيكا الحلوه دي اكيد هعمل اكل حلو. انا شايفاكي ميرسي. مندمجه وقاعده ورقص وحركات. لا بتحبي لا يعني نوع من المزيكا يا نوران؟ بحب كله، فيروز، ام كلثوم، عمرو دياب، وتامر حسني، ويجز، كله. ما شاء الله انت ما مالكيش ستايل لا محدد. لا كله عادي. بس احنا بقى الستايل الشرقي النهارده عامل مود حلو قوي في عامل مود وروقان كده. ايوه مع اخر رمضان بقى في بيس اوف مايند كده، في جو. ايوه. طب قول لنا وصلنا لايه بقى دلوقتي؟ هعمل معاكم على الهوا لسان العصفور اللي قلنا عليه. ايه رايكم؟ اعملي معانا لسان العصفور. يلا ماشي. طيب الاول احنا حطينا هنا سمنه، ايوه، تسخن، وبعديها نحط البصل. الله، انا اكتر حاجه بحبها ريحه البصل دي مع السمنه، احلى حاجه. تحفه. نقلبه تقليبه كده. مش حابب تجوين يا ادوارد؟ والله نفسي. لا هجيلك اهو. اتدلع يا الريحة جامدة قوي 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 يا نوران. ريحة البصل. طب انت جايباني على البصل؟ لا ما ثانية بقى. ها دلوقتي بقى انا عايزاك تحط انت البتنجان على الهواء. الشغل تمام. بتنجان على البصل. والاول مرة ادوار في القاهرة اليوم بيحط البتنجان على الهواء عشان خاطر نوران. بالظبط. هنحطه كله كله. دي بقى انت تحطيها بنفسك. يا خبر. اخر واحدة. اخر واحدة. برافو نوران. برافو. برافو يا جماعه، انا قاعده بحييكم من هنا. برافو على الاكل الجميل. ايوه بقى دلوقتي بقى هنقلبه كويس. وبعدين هنعمل ايه؟ هنحط بقى حاجه من الحاجات دي اكيد عليه. تفتكر هنحط ايه؟ مشروب. لا هنحط سكر. سكر بالظبط. والله انت سكر. سكر على البتنجان ازاي؟ عشان يطلع الميه اللي جواه ويتكرم. حط يا ادوارد. يلا امسكها حطها. سوري بي يا خبر. برافو يا ابز. برافو يا ادي. سكر على البتنجان بس مربى بقى. لا مش الدرجات. اوكي. هنقلبه تقليبه عشان لازم ياخد لون. وبعديها جربت تحط دي قبل كده؟ فلفل. ده لا ده ملح. ده ملح. هنحط ملح. برافو يا ادول. هنحط ملح برضه عشان هنزود شويه الزفاير. عشان كده السكر مع الملح يظبط؟ بالظبط، عشان يطلع كل الميه اللي فيه ويتكرمل. اوكي. يا ادوارد، يا ادوارد، هو انت مش عامل دايت يا ادوارد؟ انا عامل دايت. انا قلت يا جماعه ان انا ما بعرفش اقاوم اكل النوران يا جماعه على الهوا. ما احنا هناكل، بس انت قاعد بتحط الحاجات بايدك، فالحاجات بايدك ممكن المقادير تطلع اكتر، يعني ممكن تحط لنا ملح اكتر مثلا، تحط لنا سكر اكتر مثلا. أيوة. ولا أنا ايه؟ ما انا حطينا السكر بس لغيناه بالملح. ماشي، يعني ده عملته بالانس ما بين الاثنين. ايوه بالظبط كده. دلوقتي بقى ده اخد لون، هنحط ايه؟ مشروم. صح. يلا هنحط المشروم اهو. برافو يا ادوار. والله انا مش عارف. حلوه قوي اللي في ريحه، يعني كل ما بنحط ايتم كل ما الريحه بتبقى احلى. ما كل حاجه بتطلع ريحتها بقى. خليكي في حالك يا مروه، خليكي في حالك. يا جماعه انا بقول له مروه نفسها تيجي تقف معايا. ايوه انا بقول له بس يجي. لا اي حاجه ادوقها، بس بشاور له من ورا الكاميرا. فقال هطور لك شويه من اللي هتعمله كده كده يعني. انت بتستر عليا قدام الناس. لا ادوارد مش بيستر خالص خالص. ماشي ماشي. اهم حاجه في القاهره اليوم هنا المصداقيه ما بين المذيعين وبعضهم. طبعا. ايوه. بعدها هنحط شويه قرف. بتحب القرف على الاكل؟ الله انا بحب. بصي اي حاجه تحطيها احبها. يا خبر. مش هنحط كتير بس عشان ما تبقاش اوفرلابنج مع بقيه الحاجات. في بسله كمان. ما لسه، بس البسله دي تحط في الاخر شويه. الصوت بعديها هنحط ايه؟ في طماطم بقى. صح. يلا كلها بالظبط. ما هم حتتين. ما احنا الطماطم مش كتير. ما تحطيش طماطم كتير. لا لما هي طماطميه شكلها. صح. طماطمية كبيرة شوية. الريحة عمالة تحلو يا جماعة، كل شوية الريحة بتحلو. يا خبر. وبعدين بسلة بقى. بسلة. لا بس البسلة بعد ما بنحط الأرز.
الارجو الارجو ده لسان عصفور لسان عصفور سيبونا ناكل ونرجع بعدين ايه ده بقى فيها دي كزبره لا كزبره خضراء كزبره خضراء معلقه كده برضو رشفه من الكزبره الخضراء بالظبط واهم حاجه الشيف الشاطر ينظف حواليه ايوه صح شكرا منظمه قوي نوران في الريحه يا جماعه عماله تحلو تحلو بس ايه شفت لسه بقول لك الشيف شاطر ينضف حواليه وعماله معلش معلش مش مشكله الاكل صاحي يا جماعه انا جعت وخلاص انا يعني ما تضغطوش عليا اكتر من كده لان انا ضعيفه قدام الاكل فلو سمحتوا انت عايزاك تقلب تقليبه كده مش هينفع كده يا نوران ما احنا والشوربه دلوقتي خلاص جهزت وبتخلص طب وبالنسبه للريحه الرهيبه يا نوران اللي انا شماها دي نعمل فيها ايه ما قربت تخلص يا مروه هنتسحر بالكلام ده بصوا بقى دي الطماطم لا ده فن كده يا ادي بص بقى الطماطم طلعت من واو الفرن. انا بحب البصل المحروق ده ما هو دي الطماطم والجزر والبصل والثوم بتوع الشوربه طلعوا هنتحطوا في الطاسه وبعدها يضربوا بالهاند بلندر مع الكريمه بس نسيبهم ايه بالهاند بلندر هاند بلندر بالهاند بلندر ايوه انا بحب الهاند بلندر جدا بقى على فكره حاجة؟ يا ادوارد نعم انت عملت الاكل كله يا ادوارد وبعدين يعني تعالى يعني تعالى في جوزك هنا مستنيك وفي عزف جميل وفي اما براوه دلوقتي يا خبر تخيل اما براوه بقى ونكمل عليها ونعمل اللسان العصفور الحلو ده يا نوران دلوقتي زودنا البسله اهو اللي ادوارد كان عايز يزودها بس البسله ما بحبش احطها كتير اوكي عشان طب يلا عشان عايزين نرجع نسمع البوزق عشان انا وحشني البوزق بس نحط بقى دلوقتي انا هحط اللسان العصفور نحط بقى حبه حلوين كده كتير برضه لا كتير. لا حلو كتير لا عشان كميه الخضار ما تبقاش اكتر اوكي عشان احنا في الاول وفي الاخر بناكل ايه انت عماله تزروطي خدي بالك عماله تزروطي معلش يا قدر تستحملني ماشي حط بقى انت المرقه هي فين المرقه امسكها وتوش بقى هتحطها كلها لحد ما اقول لك كفايه استنى استنى بالراحه خلاص ثانيه واحده اتاكد بقى تاني زود بس كده هسيبك بقى واروح علشان اشوف ماشي ها ماشي هستناكوا بقى تقولي حاجه شغل جامد هنا بيتحط هستناكوا تقولي لما الكلام ده يخلص مش قادره اقول لكم على الريحه وعلى مطبخ القاهره اليوم النهارده عامل عظمه يعني بص بقى لما تبقى من المطبخ للغنى وللحاجات الجميله للاشتراك زوروا موقعنا alfatv.com او اتصل على الارقام التاليه الفا قنوات الاسره العربيه